السلام عليكم الإخوان والأخوات، ومرحبا بكم في هذه الحلقة هذه جديدة. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على هذوك البرودويات اللي كنكبوهم في الريزيرفوار باش اننا ننقيو لي زانجيكتور. هاد البرودويات هادو الإخوان، واش عارفين الا استخدمتوهم بالاستخدام الغلط بانهم غادي يفرعوا لكم المحرك ديال السيارة ديالكم والجيب ديالكم، وغادي تخسروا بزاف ديال الفلوس. غادي تشري برودوي 70 درهم 80 درهم وغادي تخسر 4000 درهم حتى 10000 درهم على المحرك ديال السيارة ديالك. اول حاجة الاخوان، الغلط اللي كديروه واللي ما كتكونوش عارفينه هو انكم كتسولوا شي ميكانيكي اللي كيكون عادي ما عندوش شي خبره متطوره في المجال، او كتمشيو تشريو هذا البرودوي هذا عند محل من المحلات اللي كيبيعوا القطع ديال الغيار ديال السيارات او السوائل اللي كتكون خاصه بالمحرك ديال السيارات. كتمشي عنده السلام عليكم وعليكم السلام، كتقول له اعطيني احسن برودوي اللي كينقي لي زانجيكتور نخلطه مع الديزل او الوقود. وهذاك اللي كيدير التجاره هو شنو هو الهم الوحيد ديالو؟ هو راه ما عارف حتى شي حاجه. اول حاجه اللي خاصكم تعرفوها الاخوان، اغلبيه ديال هاد الناس اللي عندهم المحلات ديال التجاره سواء القطع ديال الغيار او البياس ديال السيارات او السوائل ديال السيارات، راه ما عندهمش شي درايه في الميدان. هما راه ماشي بحال اوروبا، ملي كتكون في اوروبا كتدخل شي محل ديال القطع ديال الغيار، هذاك اللي كيبيع لك او مول داك المحل فكيكون عنده واحد التكوين او عنده واحد الدبلوم في الهندسه ديال الميكانيك، يعني عنده واحد الدرايه اللي هي كبيره في المجال ديال الميكانيك، ولكن هو ما بغاش يتجه للميكانيك، اتجه انه يدير محل يزود الميكانيكيين او يبيع لك القطع ديال الغيار ديال ديك السياره. اين فوا كتمشي عنده كيقول لك عطيني كارت غريز، كيطابي الارقام ديال الشاصي، كيدخل للسيرفور اللي صنعت هذيك السياره او الدار اللي صنعت هذيك السياره، وكترمى ليه اللائحه وكيعطيك الغيار اللي باغيه انت. فهاد الشيء حنا عندنا في المغرب راه ما كاينش الاخوان، ماشي غير في المغرب، في بزاف ديال الدول العربيه قليل اللي كتلقى هاد الناس، الا من رحم ربي كتلقى عندهم واحد الدرايه في العالم ديال الميكانيك وكيعطيك واحد الحاجه اللي غادي تدفعك. اغلبيه ديال هاد الناس شنو كيهمهم؟ كيهمهم انهم يديروا اشهار البرودوي ديالهم ويبيع هذاك البرودوي ويعمر الصندوق من اللي يوصل لاخر ديال الشهر. فشنو هو الهم ديالو؟ ماشي غير هاد الناس هادو، البياع والشراء شنو هو الهم ديالو؟ ملي كيكون عنده واحد البراند او واحد البروداكت معين مستوكي في ستوك، الهم ديالو الوحيد هو انه يخرج هذاك البراند او يخرج هذاك البرودوي اللي عنده في ستوك باش يخوى ويعوض في بلاصتو برودوي اخر ويدخل الارباح. فهذا هو الهم ديالو مال الاخوان. فلهذا ملي تمشي تسول مول البياس ما عمرك تاول على مول البياس. مول البياس الا من رحم ربي اغلبيته مال الاخوان غادي يبغي يبيع لك فقط. دائما حاول دير واحد البحث ديالك وتعرف الشيء اللي كتقلب عليه انت. اجاو دابا نهضروا الاخوان الاستعمال ديال هاد البرودويات، فوقاش نحتاجهم وفوقاش ما نحتاجهمش. اول حاجه الاخوان، غير تسمع انسان قال لك برودوي كبو في السياره ديالك وغينقي لك لي زانجيكتور والى اخره بدون ما يطرح عليك اسئله، عرفوا بانه غير كيدوي فقط. اول حاجه الاخوان، ملي غتجي عندي بغيت ندير واحد الغسيل المنظومه ديال الوقود، ركزوا مزيان الاخوان، المنظومه ديال الوقود. ملي كنهضروا على برودوي اننا نكبوه في الريزيرفوار، ما كيبقاش اننا غادي ننقيو لي زانجيكتور، كيبقى باننا غادي ننقيو المنظومه ديال الوقود بصفه عامه، وهذا هو البلان اللي خاصكم تعرفوه. وقبل ما نفكروا اننا ننقيو المنظومه ديال الوقود، كنفكروا او خصني نسولك، هاد السياره ديالك شحال وهي عندك؟ شحال من مده باش نقيتي الريزيرفوار وبدلتي الفلتر ديال الوقود اللي كاين في الريزيرفوار والفلتر ديال الوقود اللي كاين برا الريزيرفوار اللي كيتسمى فلتر ديال الوقود، كيكون سونترال سواء ديال الحديد سواء كيكون في واحد البلاستيكه كنحل البلاستيكه وكنبدلو كيكون ديال الكارتون.
واخر حاجه كنسولك عليها، فوقاش بدلتي لي زانجيكتور او نقيتي لي زانجيكتور؟ ملي كنعرف هاد المعلومات كاملين ديك الساعه انا كنبهك الطريق الصحيح شنو غادي دير. وكاين هنايا جوج ديال لي بيست، كاين السيارات اللي تمشاو 80000 كيلو، وكاين السيارات اللي تمشاو 120 140 الف كيلو، وكاين السيارات اللي تمشاو 250 الف كيلو. السيارات اللي تمشاو 80 الف كيلو كنجي داك البرودوي كنكبو في الريزيرفوار ديالي، ما غيوقع عندي حتى شي مشكل. وكنقول لكم هادشي يا الاخوان يعني عندي رايه، هنا غينقي لك الدوره ديال الوقود كامله، وكينقي لك لي زانجيكتور، وهنا لي زانجيكتور ما غاديش يتاثروا. ولكن ملي كندخلوا في 130 الف كيلو او 140 الف كيلو، فهنا كاين واحد التغيير. ما عمرك نقيتي لي زانجيكتور، ما عمرك بدلتي لي زانجيكتور، ما عمرك غسلتي الدوره ديال الوقود، فهنا الاخوان ما كننصحكش انك تجيب هذاك البرودوي وتكبو في الريزيرفوار وتنقي الدوره ديال الوقود. علاش؟ غيوقعوا عندك بزاف ديال المشاكل، فلهذا خاصكم تركزوا مزيان. ملي كندوزو للسياره اللي تمشات 250 الف كيلو، فهنا الاخوان ما كنصحكش انك اصلا تشري هذاك البرودوي وتكبو في الريزيرفوار وتنقي لي زانجيكتور. علاش؟ حيت ما غاديش يصلح ليك اول حاجه، وما غاديش ينفعك ثاني حاجه، وغادي يفرع لك الموتور ثالث حاجه. فهنا شنو غننصحك؟ غادي نمشي معاكم بيست بيست. اول حاجه هضرنا على 80000 كيلو، وشنو غديروا؟ غتجيب تكب هذاك البرودوي، غينقي لك يعني المنظومه ديال الوقود، ما غيوقع عندك حتى شي مشكل. ولكن السيارات اللي تمشاو 120 130000 كيلو، اول حاجه قبل ما تفكر انك تكب البرودوي في الريزيرفوار باش تنقي لي زانجيكتور، عرف بانك ملي غتكب هذاك البرودوي غادي تنقي المنظومه ديال الوقود. كنهضروا على الخزان ديال الوقود، وكنهضروا على العلبه اللي كتكون فيها المضخه ديال الوقود، والمضخه ديال الوقود، والمواسير ديال الوقود، والفلتر ديال الوقود، والمسطره ديال الوقود، عاد باش كيجيو لي زانجيكتور. اخر حاجه هي لي زانجيكتور، واخر حاجه اللي غياكلوا الدق هما لي زانجيكتور. فاول حاجه الاخوان غادي ديروها شنو هي؟ غتشري البرودو وغتحطو على واحد الجهه. اول حاجه شنو غادي دير؟ غادي تمشي للخزان ديال الوقود، كتفرتك ليا الخزان ديال الوقود كتحطو للارض، كتجبد ليا المضخه ديال الوقود كتفرتكها، المضخه ديال الوقود كتنقيها، كتبدل ليها الفلتر ديالها، وكتنقي الخزان ديال المضخه ديال الوقود، يعني كتنقيه كتغسلو كامل، وكتبدل الفلتر ديال الخزان ديال الوقود اللي كيكون لداخل في الخزان ديال الوقود اللي هو في التانك في الريزيرفوار، وكتنقي الريزيرفوار من الداخل، كتنقيه بالصابون والماء، ما كاينش غنقيه بالبرودوي، بالصابون والماء. ملي كتنقي داك الريزيرفوار كامل، وكتحيد هذاك الفلتر اللي كيكون سونترال، كتبدلو، كتجيب فلتر جديد. ملي كتنقي هذا الشيء هذا كامل، كتركبو، كتردو السيارة ديالك، لي زانجيكتور ما تنقيهم ما حتى شي حاجة، غير خليهم. لي زانجيكتور عندك الحق انك تنقيهم جوج ديال المرات، المرة الأولى كتنقيهم، المرة الثانية كتنقيهم كيوليو يستهلكوا لك الوقود، المرة الثالثة كتحيدهم ترميهم في الزبل، كتجيب انجيكتور جداد كتركبهم. واخا نقينا هذا الشيء كامل، كنوليو نرجعوا المنظومة ديالنا، كنسدوا هذاك الشيء، كنجيبوا البرودوي ديالنا، كنكبوه في الريزيرفوار، كنمشيو نديروا بلان، وهذاك البلان كنوليو نتمشاو به، وما كنزيدوش عليه حتى كتلك السيارة. هنا باش يعني يكون واحد التجاوب واللي زانجيكتور انهم يتنقاو، ملي كيتنقاو لي زانجيكتور هنايا راه مزيان، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن الى ما نقيتش الريزيرفوار وجبت داك البروداكت وخويتو في الريزيرفوار وكبيتو، فهنايا عزي لي زانجيكتور، وقبل ما تعزي لي زانجيكتور غادي تعزي الكاتاليزور. اول حاجه اللي غتاكل الدق هي الكاتاليزور. نفكروا باللوجيك، كيف ما معروف عندنا حنايا هنا في الدول العربيه كلها تقريبا الا من رحم ربي، الوقود سواء ديزل او بنزين ما عندناش الكاليتي ديال الوقود. علاش؟ السيارات ديالنا كيتضربوا، ما عندناش الكاليتي ديال الوقود. باش نكونوا يعني واقعيين، اي ستاسيون كيف ما بغات تكون، كتكب الوقود في الريزيرفوار ديالك سواء ايسانس او مازوت، هنا اش كيوقع؟ دوك الرواسب
او الريزيرفوار كيف ما كنعرفو كيتكون فيه بحال واحد القشره اللي كتكون عازله عن البلاستيك، والريزيرفوار يعني الاوساخ كيوليو لاصقين في الريزيرفوار. دابا هادي تعرفنا عليها، ملي كتكب انت هذاك البرودوي اش كيدير داك البرودوي، شنو هو الدور ديالو؟ هذاك البرودوي داير بحال الاسيد كياكل، يعني مذيب كيذوب. ملي غيذوب لك دوك الرواسب كاملين فين غيمشيو؟ غيمشيو لك البومبا وكيضربوا لك البومبا والفلتر اللي كاين في البومبا، وغيدوزوا الفلتر سونترال كيضربوه كيخنقوه، وهذوك الرواسب الصغيورين كيوليو يدوزوا لي زانجيكتور، ولي زانجيكتور هنا كياكلوا الدق، فيهم واحد الفلتر، هذاك الفلتر كياكل الدق مع الضغط. ملي الفلتر كياكل الضغط هنا اش كيوقع؟ كيوقع عندك واحد التشراك. ملي كيوقع عندك واحد التشراك لي زانجيكتور ما كيوليوش يتحملوا هذاك الضغط ديال الاوساخ، وهذاك الضغط اللي جايهم كيوليو يتحلوا، والمسام ديالهم كيزيدوا يوسعوا. عندك هنا جوج ديال الحوايج، يا لي زانجيكتور غيبقاو محلولين واسعين، يعني ما كيتحلوش كاملين وما كيتسدوش كاملين واخا بالضوء، يا كيوليو محلولين كيتكولاو. هنا اش كيوقع عندك؟ هذوك الاوساخ كيدوزوا للعادي حيت ما كيتحرقوش، نص منهم يتحرق النص لا، كيدوزوا عباره عن سوائل. وهنا فين كيمشيو؟ كيمشيو ليك ديريكت الكاتاليزور، كيضربوا ليك الكاتاليزور. شريتي برودوي ب 50 درهم 70 درهم 80 درهم، غادي تمشي تصدق مبدل الكاتاليزور، وكيتضربوا ليك الساقمات، وكيتضربوا ليك البيستونات، وكيتضربوا ليك لي فالف، حيت كيتكون عليهم واحد الكربون. ملي كيتكون عليهم واحد الكربون هنا كيكون واحد الاحتراق اللي هو غير متكامل، ودائما غتحس عندك بالاستهلاك ديال الوقود والى اخره. يعني هذا الشيء هذا ما كنصحكش به. اما الناس اللي تمشاو بالسيارات ديالهم فوق 250 الف كيلو، هنا اخويا العزيز ما تمشيش تشري البرودون. اول حاجه كديرها كتنقي الريزيرفوار، كتغسلو مزيان، كتبدل الفلتر ديال الوقود اللي كيكون في القلب ديال الريزيرفوار، كيكونوا جوج فلترات كتبدلهم، لقيتي واحد كتبدلو، كتبدل الفلتر سونترال ديال الحديد او ديال البلاستيك كتحيدو كتبدلو، وكتبدل حتى لي زانجيكتور كتبدلهم، وكتولي تمشى بالسياره ديالك ضرب واحد 80 الف كيلو او 100 الف كيلو، عاد ديك الساعه تمشي تجيب هذاك البرودوي وغتغسل به المنظومه ديال الوقود، ومريضنا ما عنده باس. تفهمنا الاخوان؟ فهذه هي النصيحه اللي بغيت نعطيها لكم في سبيل الله. وصلنا لهذا الفيديو، بارطاجوا المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى شي فيديو جاي ان شاء الله.